حضرات السادة، الطيران ليس الوسيلة الوحيدة في العالم في السفر. يرجى الانتباه، هذا هو النداء الأكبر. صحيح أنه هو الوسيلة الآمن والأسرع، ولكن اليوم بالهند راح ألف على طريق 3-4-2. اليوم لأول مرة راح أسافر بقطار شعبي، راح أجربها وياكم. أسافر بها من مدينة بنغالور إلى مدينة كيرلا. طبعاً تأخرنا ودا ندور على القطار مالتنا، يعني 10 قطارات واقفة، كل قطار على مدينة. أحياناً الإنسان لازم يغير في روتينات من حياته، مو كل شيء راقي راقي. نجرب شغلات شعبية وعشائرية هنا، شغلات لوكال شوية. نجرب وياكم القطار اللوكال الهندي الشعبي، كل الشعبي نسافر بيها من بنغالور إلى كيرلا. المعلومات اكو شغله كلش ضروريه بالقطار، ما لازم ننساها، هو المعقد. يعني هاي القطار يمكن الناس يصعدوها عندهم مرض او شيء، مو شرط كورونا، عندهم اي مرض ثاني يعني يكونوا واثقين. يعني القطار اللي غرفه هاي نشحن بيه الدرون، كاميراتنا وموبايلاتنا. معلومة على السريع، التواليتات الموجودة بالقطارات وين يروح مياه؟ شوفوا جوا، ياخذها وينزل لي جوا الناس. شوفوا طبعا احلى شيء بالقطارات الناس يتجمعون هنا ويقعدون يحشون، لان عندهم اكثر من 10 ساعات رحلات. السفر بالقطارات راح يخليك تتعرف على ناس جديدة وعادات وتقاليد جديدة. أخذنا قطار من مدينة بنغالور لمدينة كيرلا، تقريبا بقينا بالقطار 14 ساعة، بس أخذنا تاكسي لمدة 4 ساعات لحد ما نوصل لغابات أتيرابلي.